عبد الله السعيد قبل ما يعمل اسيست الحلو او الكي باس الحلو قوي دوت يعني، كنا احنا بنتفرج على الماتش مع بعض، ابتدي تعب، شكله تعبان في الملعب، وارد انه يتغير، واحنا بنقول كده عمل واحده خطيره جدا. عمل واحده عبد الله السعيد، عبد الله السعيد، واحده عبد الله السعيد هي تسمى كده يعني. الكره دي لما حد يعملها تاني يقول واحده عبد الله السعيد. هو من دورنا احنا يعني ناس بتتفرج على الماتش بهدوء شويه ان احنا نتكلم مع المشاهد برضو على اللي شافه في المباراه واتعمل اتعمل ليه. يعني نجم زي عبد الله السعيد ليه اتغير؟ لان الزمالك في بدايه الشوط الثاني الكره بقت مع الاتحاد السكندري بتطول جدا، الكره كانت بتقعد هجمه الاتحاد ممكن تقعد 40 ثانيه، عشان كده جوزيه جوميز قرر انه يغير عبد الله السعيد وشحاته كان بره. في بص هنا دي اولنا هنا مع هجمه الاتحاد، بص الكره هتقعد كام تمريره والزمالك مش قادر يرجع الكره. هتاخد وقت اللقاء، هتقعد عدد التمريرات والوصول بقى انت بتوصل ازاي؟ بتوصل بسهوله جدا، بتتخطى كل ضغط الزمالك بسهوله جدا، خط وسط الزمالك قدرته على افتكاك الكوره في بدايه الشوط الثاني كانت قلت جدا جدا جدا. بص الهجمه راحت، الهجمه دي قعدت حوالي 40 ثانيه، حتى والاتحاد بيمرر غلط الزمالك مش عارف يرجع الكوره. يعني الكوره دي طالت من الاتحاد، مراوغه هنا لعبد الله راحت على ناحيه الشمال، الكوره بتنتهي وقت ما الاتحاد كان بينهي الكوره، يعني وقت ما الاتحاد يرسل عرضيه. اللقطه دي مش اتعملت مره، دي اتعملت في اول 6 7 دقايق في الشوط الثاني مره واثنين وثلاثه، يعني انا جبتها مره هتلاقيها اتكررت ثاني بنفس النظام. الكره بتطول جدا 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 في رجل لعيبه الاتحاد ومفيش قدره لعيبه الزمالك على استخلاص الكوره. الهجمات كانت بتقعد فعلا يعني وقت الهجمه الواحده دي اكتر من 35 ثانيه، ده في عمر الكوره كتير جدا. في عمر الكوره كتير جدا، فعشان كده جوزيه جوميز كان بدا يعمل تغييراته ولم يثني عنا صناعه عبد الله للهدف الثاني. هو الراجل قرر انه يغير وما تراجعش عن التغيير بتاعه، ودي حاجه برضو من المدربين اللي هو رياكت مع الجيم. وممكن ان الزمالك لما بدا جوزيه جوميز يقتنع بشحاته بقى عنده التو اوبشن، بقى عنده الاوبشن بتاع عبد الله، لما انا بحاول ابقى انا الفريق المسيطر واللي بطارد النتيجه وعبد الله يصنع لي، وفي اوقات ثانيه لو انا مش بطارد النتيجه قوي انا عندي شحاته اللي مميز برضو ولعيب كويس بالكوره، بس في نفس الوقت الطاقة عنده اكبر ممكن يحل لي اوقات كتير ويحل لي مشاكل كتير في فكرة الطاقة والقدرة على استخلاص الكورة. هايل.